اليوم تنظم واحد الوقفة احتجاجية تندرج يعني في واحد المجموعة ديال الوقفات اللي هي المطالبة بواحد مجموعة المطالب المشروعة للأطباء المقيمين والداخليين، وللأول ديالها هو مطالب في إطار التكوين، لأنه فعلا تلقى واحد العدد تاع الإشكاليات من ناحية ديال المعدات الطبية والصيدلية اللي تفقدات في المستشفى الجامعي، مما تعطل مصالح المريض، وكذلك يعني واحد عدد العمليات واحد عدد تاع الفحوصات اللي داخله في هذيك التكوين اليومي ديال الاطباء المقيمين والداخليين. كذلك عندنا المشكل ديال مستعجلات بن طفيل اللي هي مغلقه منذ اكثر من 3 سنوات، وهذا الشيء تيحتم على الاطباء الداخليين والمقيمين انهم يتنقلوا المستعجلات ديال الرازي من اجل الحراسه، وهذا الشيء تيشكل واحد الخطر على هاد الاطباء، وكذلك تيشكل واحد العبء مادي ومعنوي، لانه خاصك تنقل واحد العدد ديال المرات داخل الحراسه ديالك تمشي لبن طفيل ترجع للرازي وهكا. لذلك حنايا هاد المساله هادي تنطالبوا يكونوا حلول عاجله لها، وكذلك عندنا واحد المطلب اللي هو تعويضات الهزيله ديال الحراسه الالزاميه اللي تنتظروها منذ اكثر من سنتين. حنا في 2023 وكنطالبوا بالتعويضات ديال 2021، هذه مساله ماشي معقوله في الحقيقه، لانه الاطباء راه تيخسروا فلوس من جيبهم باش يتنقلوا باش يجوا للحراسه باش واحد العدد ديال المسائل، دونك ماشي باش يبقى يتسنى واحد عامين، يعني ماشي من المعقول هذه المساله هذه. وكذلك حنا كنطالبوا بالمراجعه ديال هذاك التعويض الهزيل اللي تياخذوه الاطباء المقيمين والداخليين اللي هو 3500 درهم، وراه ما غلطتش في الرقم، راه 3500 درهم شهريا هو التعويض اللي تيتلقاوه هاد الناس نظير لواحد الخدمات يعني مهمه اللي تيقدموها لا استشفائيه ولا جراحيه ولا الى اخره. وحنا تنددوا بهاد سياسه الاذان الصماء اللي تنتهجها لا الوزاره ولا الاداره هنايا، وتنددوا بالتمطر اللي طال هاد الملف المطلبي ديالنا، وتنشكركم على الحضور ديالكم. اول مطلب يا طاهر، شعارنا الانسانيه، شعارنا الانسانيه، ثاني مطلب يا طاهر.